السلام عليكم يا أغنى الأحباب، مرحبا بكم في قناة أسرار توحة. غادي نقدم لكم خبز صحي ولذيذ للأعياد وللاستعمال اليومي وصحي لمرضى السكري. هنا عندي 400 غرام ديال الدقيق الكامل، يعني الدقيق بالردة. عندي 11 غرام ديال الخميرة ديال الخبز، 170 غرام ديال الدقيق ديال الشوفان الناعم، يعني الشوفان اللي حمرته وطحنته. هنا عندي ملعقه ديال كبيره ديال حبوب الكتان، وحبوب الكتان صحيه للناس ديال السكر. عندي هنا ملعقه صغيره ديال حبه حلاوه، ملعقه صغيره ديال الكرويه، وملعقه صغيره ديال النافع. هنايا عندي ملعقه صغيره ديال السانوج او حبه البركه. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال الملح، وجوج معالق كبار عامرين ديال الزبادي او الياغورت طبيعي. هنا ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. وبالنسبه للماء حسب الخليط، غير انا زدت فيه عود ديال القرفه وطبخته، يعني تطلقت القرفه فيه، وهو باش غادي نعجن به الخبز لانه صحي للناس اللي عندهم مرض السكر. هنايا خلطت الدقيق، الملح والحبوب، ندرت الياغورت والماء والخميره ديالنا اللي خمرات، وغادي نجمع دابا العجينه. هنا دابا غادي ندخلو فيه شويه ديال الزيت، شويه بشويه، ديك المعلقه ديال الزيت غادي نبداو ندخلوها فيه. حتى هاد الخبز هذا راه صحي وزوين زوين زوين. الناس اللي عندهم مرض السكري والناس اللي بغات دير الدايت او الريجيم، هنا غنزيد عليه شويه ديال الماء ديال القرفه باش يجيني رطب، لان هاد العجينه خصها تكون رطبه. وشكون اللي بغات تعاوني تجد لك معايا؟ ها العجينه ملي جمعتها هي زوينه رطبه. بالنسبه لهاد الكميه اللي درت انايا، درتها غير على حساب جوج ديال الناس. نتوما الا عندكم عائله كبيره خصكم تضاعفوا الكميه. بالنسبه لهاد الخبز راه صحي ولذيذ لذيذ، وبالنسبه للناس اللي بغاو يديروا الريجيم او يديروا الدايت، يعني او يديروا يعني المرضى السكري، حتى هو راه مزيان. يعني غزال غزال هذا الخبز، غجربوه وردوا عليا الاخبار. بالنسبه للكميه اللي درت، عطاتني 4 ديال الكويرات كبار. بالنسبه لهاد يعني هاد العجينه هذه اللي صحيه، ما خصكمش تقرصوها بزاف، لان علاش هاد النوعيه ما تطلعش بزاف، ماشي بحال الدقيق الابيض، يعني خصكم تقرصوها غا شويه وصافي، باش يبقى شويه يقدر يطلع غا شويه بعدا يجيكم طالع. المهم دابا غادي نخليوها يخمر. هنا ملي خمرت لي العجينه غادي ندير، غادي ندهنها بالحليب، وغادي ندير فيها هادو حبوب القرع اللي طحنتهم، وغادي نزوقهم من فوق، وهما صحيين حتى هما. المهم نتوما زوقوهم كيما بغيتو، المهم انا اليوم بغيت نزوقهم بحبوب القرع اللي طحنتهم، تيجيو حتى هما زوينين وصحيين. نتوما زوقو كيما بغيتو. المهم هذا الخبز هذا راه صحي وزوين، جربوه وردوا لي الخبر.
شعلت الفران على 200 درجة وغادي نديرو دابا يطيب. هذا هو الخبز ديالنا ملي يخرج من الفران. بالنسبة هالخبز ديالنا ملي برد وطاب وزوين راه غزال للبنات وتيجي رطب رطب وزوين للناس اللي بغاو يديروا الريجيم، اللي بغاو يديروا الدايت، اللي بغاو ينقصوا في الوزن. ودابا غادي نقطعوا لكم باش نوريكم كي جا من الداخل. والمرضى السكري حتى هما راه غزال غزال، غادي تهناو من داك الدقيق الابيض. ها هو راه تيجي زوين بالشوفان، غزال غزال غزال، غجربوه. وما تنساوش تشاركوا مع احبابكم باش تعم الفائده. وشكرا لكم بزاف، ويا ربي نكون خفيفه على قلوبكم.